يكون يعني ايه، هو مثلا بيبقى من هو صغير بيبقى موجود بره في اوروبا، وهم بيبقوا مثلا بيبقوا ايه محترفين. طب وانت ليه مش من وانت صغير موجود؟ ماشي، ما انا دلوقتي محترف في النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي مش قليل. طبعا طبعا، لا مش تقليل انا أبداً بالنسبه لي، انا محترف يعني في النادي الاهلي تمام. هو برضو محترف يعني في حته تانية، فهو بيجوا على المنتخبات، وهي دي بس الاختلاف. هم اللي بيلعبوا. احنا كجمهور في اوقات كتير جدا بنبقى محتارين،